شفت اخواتي عملوا ايه بسبب الفلوس؟ مش عارفة ومش قادرة اقول لكم ايه اللي حصل. احتمال اقول واحتمال ما اقولش، احتمال اقول جزء من اللي حصل، مش عارفة. تابعوا معايا الفيديو كده وشوفوا هل ينفع اللي هم عملوه. النهاردة حبيت ان انا اغير شكل الاوضة، بدل انا عندي ملايتين فاتحين كده، هم الاوضة دي او المرتبة دي ليها ملايتين بس اللي هم مدككين دول، تمام. الاتنين فواتح فبيبانوا في التصوير كأنهم بيض، كأنهم لونهم ابيض يعني. فالنهارده انا هغير في اللون شويه، احط حاجه غامقه كده تبقى تخلي الاوضه جميله ولذيذه ولطيفه ومزيزه. ويا جماعه تقريبا كده ان شاء الله، اللهم اجعله خير، كده هبقى من ذوي الاملاك يا ولاد. في كده ايه، كل شهر كده هيجيني فلوس كتير كتير، فتابعوا كده الفيديو معايا عشان نعرف الفلوس الكتير دي هتيجي من مين، وهنشوف احنا هنعمل ايه عشان الفلوس الكتير دي تيجي لنا كده من غير اي تعب ومن غير اي شقه. تابعوا يا حبايب الفيديو معايا، ربنا يجازيكم كل خير. وقولوا له ايه رايكم في الجمال والحلاوه والملوه دي، تمام. النهارده هروق وبعتذر كمان على هذا المنظر اللي انتوا هتشوفوه، منظر لا يسر عدو ولا حبيب. والله 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 ما بعمله عشان التصوير، هو يا الدنيا بتبقى كده خالص، شكلها صعب جدا. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا احنا هنعمل ايه. طيب في مثلا حد ممكن يقول يا نصر انت بتكركبي عشان التصوير؟ لا انا بكركبش عشان التصوير. وبعدين بالمنطق والعقل، بالمنطق والعقل، انا مجنونه وانتوا عاقلين او البعض يعني، مش عارفه اقول ايه، انا مجنونه ماشي. انتوا بتشوفوا كده انا بعمل بالبتاعه دي اللي هي مريحه، بس عايزه اقول لكم الحقيقه، هقول لكم الحقيقه. بعد ما بقفل الكاميرا بروح جايبه ميه بديتول او بميه بصابون او باي كان، واجيب حته وامسك الارض حته حته انضفها، اوطي بقى، ازحف، اجري، اركب العجله، اركب البسكليت، امشي على السقف، ايا كان، بس لازم الارض اعملها. انا على طول يا جماعه بمشي حافيه، بحب انا يعني رجلي بتوجعني ما اقدرش البس شبشب، فدايما بمشي حافيه، فدايما لازم رجلي بتحس باي ترابه بلاقيها في الارض. فلو في تراب في الارض هاجي على السرير هلاقي السرير ايه، هعمل تراب، اعوذ بالله. يا نصره في ايه؟ ياما الناس تتخض منك، ياما بلاش اللي انت بتعمليه ده. المهم زي ما بقول لكم كده هتجيني فلوس كل شهر كده من غير تعب ولا شقه ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين طبعا بعتذر عن هذا المنظر المقرف اللي انا عايزه اقول لكم. لما باجي اطبخ او اعمل اكل لحد او ليا اصلا في البيت، عايزه اقول لكم الدنيا يعني سبب كل اللي انتم شايفينه هو سببه الميه. يعني لو كانت على طول الميه عادي موجوده، طبق هيتوسخ هغسله، ازازه هتفضى همليها، صينيه مش عارفه هغسلها. لكن بيجي الوقت عليا ما فيش يعني شويه الميه اللي انا محوشاها مش معقول اغسل بيهم المواعين. زي ما انتم شايفين كده ببتدي الم الزباله او اي مخلفات خاصه بالخضار، تنظيف بتاع، بلم كله كله. والحاله دي كنت مليها ميه، ممكن اغسل بيها حاجه. تمام. ف يعني ايه، اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي. هبتدي بقى ان انا ايه، الم كل حاجه واغسل المواعين وهغسل البوتاجاز وهنضفه. ففي مثلا حد بيقول لي انت بتكركبي الدنيا. بصوا يا جماعه، اول هام انا مثلا بنضف قبعه مرتين. لما انا اجي مثلا اكون مروقه وانا قافله الفيديو مش مصوره ومنضفه ومروقه، طب انت حضرتك هتستفادي بقى، افتح لك الفيديو اقول لك شايفه النظافه، انا غسل اطباق، انا رص الاطباق، انا رص المواعين، طب ما انت ايه اللي هيشجعك؟ طب وانا هعمل فيديو على ايه؟ انا الوقت بنضف وده حقيقي، انا مش مكركبه عشان التصوير، فانا بنضف عشان حضرتك تشوفي. لو حضرتك كسلانه او مش قادره تعملي فتقومي كده نديكي شويه باور كده، وانتوا كمان تدوني شويه باور ان انتوا بتشوفوا الفيديو وتعملوا له لايك وتكتبوا لي كلمه حلوه، دعوه حلوه من بقكم اللي زي العسل. فده كلنا بنكمل بعض وكلنا بنساعد بعضنا، صح الكلام؟ يعني لو الدنيا مش مكركبه وانا بنضف انت تستفادي ايه؟ دي حاجه. الحاجة التانية، في حد مثلا بيقول يا نصر انت ست كبيرة وتعبانة ومش مفروض تشتغلي وبتاع، طب هجيب مين يا جماعة يشتغل؟ هل انا شغالة وهجيب شغالة؟ بالمنطق والعقل، انا شغالة وهجيب شغالة، هجيب مين يا جماعة ينضف لي ويروق لي؟ مفيش حد ينضف لي ويروق لي. حد هيقول لي بنتك، بنتي هتيجي من عين شمس للمنيب، هي في حتة وانا في حتة عشان تيجي تروق لي؟ بنتك فعلا المشوار اللي هي بتيجي ل وبعدين بنتي لما بتيجي تكون نور ميه قطع، هتعمل ايه بنتي؟ بس فربنا، وغير كده وكده ربنا ما يحرم حد من صحته. والله 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 لو انت ست الهوانم وقاعده ببيتك وعيانه وعندك 10 شغالين،
انت محتاجة صحتك عشان في حاجات انت تقدري، انت بس اللي تقدري تعمليها لنفسك، مش شغالة ولا خدامة ولا اي حد يقدر يعملها لك. فربنا ما يحرمكم من صحتكم، امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده، هنضف البوتاجاز واغسل المواعين واخلي الدنيا فله 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 منوره وشمعه مدوره. المهم عايزه اقول لكم ايه الفلوس اللي هتجيني. طبعا انا لما تعبت، في ناس قريبين بحثوا وقالوا لي يا نصره لازم يجي لك معاش، انت مش عارفه تعبك هيطول قد ايه، وهل انت هتقدري تشتغلي في البيوت زي الاول ولا لا. فالمهم بحثوا لقوا ان في معاش. طبعا ابويا كان موظف بسيط على قد في وزارة الاوقاف، يعني مهتم بالجامع بتاع القرية، بينظفه بيروقه بيصلي بيه بيقوم الناس، فهو كان بياخد معاش، و يعني لما كبر وكده. فانتي المفروض ليكي نسبة في المعاش ده، لان ده ابوكي وانتي اولى. انتي ست مريضة دلوقتي، ويعني حاجة تسند، خاصة ان انا اللي باخد لا تكافل وكرامة ولا تكافل وندامة. ما باخدش حاجة، انا مش بشتكي يا جماعة، انا بشرح لكم الموقف. الناس اللي حبت الناس تساعدني وتقول لي اعملي معاش وحاولوا ان هم يساعدوني، ايه اللي حصل. المهم عايز اقول لكم، لما بحثنا لقينا تقريبا ابويا بياخد 1700 او 2000 او 2500 حاجة كده. داخل فيهم كام يا جماعة؟ طبعا ابويا والله ما قصر، كان متجوز اتنين، الله يرحمه ويسامحه ويغفر له ويغفر لاموات المسلمين، كان متجوز اتنين ستات. طب اكيد اتنين ستات يا نصر، انت عبيطه ولا ايه؟ وقسم قسمه العدل، جايب من دي سبعه ومن دي سبعه، يعني من مرات ابويا سبعه ومن امي سبعه، الله يرحم الجميع. كله مات، لا مش كله مات، ابويا وامي ماتوا لكن مرات ابويا عايشه، حياة ترزق، حياة يا ساتر، يعني صحية صحية يعني. المهم فلما بحثنا كده لقينا ان اتنين من عيالها، اتنين من بناتها يعني، بياخدوا معاش، داخلين في معاش ابويا، وهي طبعا داخلة في معاش ابويا، واختي شقيقتي من امي وابويا داخلة، اربعة يا جماعة داخلين في المعاش، يعني بمعدل كل واحدة بتاخد لها 400 600، معرفش بقى قسموا ال 1700 او قسموا ال 2000 او قسموا ال 1500 على اربعه، شوف هيطلع قد ايه، ما عنديش فكره بياخدوا. فطبعا عايزه اقول لكم ان هم لما ابتدوا دي تخش في المعاش دي تخش في المعاش، يعني كلوا بعض كلوا بعض وعضوا بعض وشربوا بعض، عملوا عمايل يعني، فاهمين؟ صعبه جدا جدا جدا. طبعا في المثل بيقول لك ايه، عض قلبي ولا تعض رغيفي، يعني لو انت حتى اخويا انا هاكلك يعني. فده اللي حصل، اكيد مش خواتي بس، اكيد كل الناس، او مش كل الناس يعني، اكيد في بعض الناس كده يعني، اكيد كل واحد بيبقى عايز الافضل ليه الاكتر ليه، زي ما بيقولوا كده ابن ادم ما يملاش عينه غير التراب، تمام؟ دي طبيعة يا جماعة، دي طبيعة في البشر مش خواتي بس يعني. فزي ما تقولوا كده، انا لو قلت يا معاش، وحتى لو صرفت ورحت وعملت وسويت وعملت اللي، وطلع لي هيطلع لي ايه؟ 200 جنيه، 300 جنيه، كلام فاضي. يعني زي ما انتوا فاهمين كده. طبعا شايفين المطبخ بقى شريف عفيف، نظيف نظيف جميل، حلو حلو حلو، ايه رأيكم؟ يا حلو انت يا حلو. هنا بقى الفوط بتاعت البتاع كنت نقعها، الفوط بتاعت المطبخ نقعها في شوية صابون عشان تنضف كده وتبقى شريفة عفيفة. وهنا بقى فاضل ايه؟ الأرض، الأرض بتتكلم عربي. وامي يا حلوه انت وهي، وامي يا كتكوته انت وهي، اتنشطوا واتشطروا واتدلعوا واتمخطروا. فطبعا انا زي ما بقول لكم، الناس دي حبت انها تساعدني واخش المعاش مع اخواتي وكده، ولكن زي ما قلت لكم يعني بصوا، يعني مش هقدر اقول لكم كل حاجه، انا مش هقدر اقول لكم كل حاجه، اهلي او اخواتي ايه اللي هيعملوه لو انا حاولت ان انا اخش، وفي النهايه هيبقى كله كلام فاضي، اي كلام، ملالين يعني، ولا ليها اي لازمه. فعايزه اقول لكم ان القناه حتى لو ربنا سبحانه وتعالى كرمني فيها، وانتوا شدتوا حيلكم معايا كده، ربنا يكرمني منها، والله ربنا يكرمني منها. وبعدين يعني انا اعتقد ان فيديوهاتي انا راضيه عنها، كويسه يعني، انا شايفه مش واو بس مش وحشه يعني. دايما بعمل الفيديوهات القصيره اللي هي بتاعت الاكل، حاجات بسيطه، الفيديو اقل من دقيقه، بحس ان الستات ملهاش خلق انها تتفرج على اكله وبتاع، لان الاكل كتر، لكن احيانا ممكن نلاقي تكه بسيطه في وصفه في الاكل، ما اعرفش ايه، بننظف شويه بنروق شويه، قابلتنا مشكله بنتكلم مع بعض فيها يعني. اعتقد ان انا فيديوهاتي الى حد ما راضيه، انا راضيه عنها مش بطاله.
فلو ربنا سبحانه وتعالى كرمني حتى كل 4 5 شهور، يعني لو افترضنا ان انا كل شهر هيجيني 25 دولار، ولو ان ده ما بيحصلش، احيانا بيجي 15 دولار زي ما اوريتكم قبل كده، بس الحمد لله ربنا كرمني بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم انتم بفضل دعمكم ليا على ميزة التشكرات ساعدتوني، ربنا يكرمكم جميعا. بس هقول مثلا لو كل 5 شهور ربنا كرمني ب100 دولار مثلا، يعني الحكومة طبعا خدوا التلت ودوني التلتين، برضو هيعادل ان انا كل شهر جالي 500 جنيه، كأني اصلا باخد المعاش، ومعاش اللي يزعلكم. اي نعم، حاجة نوايا تسند الزير والحمد لله، انما لازم هنشتغل ولازم نروق، ومش هنجد نفسنا برضو نشتغل شوية نقعد شوية، نشتغل شوية نقعد شوية. قولي لي برضو انتوا ايه رأيكم في كلامي، كلامي مقنع ولا لأ، في عقل ولا لأ. بتمنى طبعا ان انتوا دايما تساعدوني كده وتشاهدوا جزء من الفيديو وتقترحوا عليا اقتراحات، اقتراحاتكم جميلة، بتساعدوني بالكلمة الطيبة، بتساعدوني بالدعوات بتاعتكم الحلوة. يا نصرة خلاص انا تعبت، انا اللي تعبت نفسيا من بحلقتك يا جماعة. نظر ضعيف، واحيانا البتاع يقف، التصوير الفيديو يقف. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.